أنا الآن مع امرأة كافحت وناضلت ولم تستسلم مع ابنها الذي كان مصابا بالتوحد. قصة نجاح السيدة فرميسك نتعرف عليها من داخل مركزها الذي أنشأته بجهود ذاتية لعلاج حالات التوحد. بدأ قصتي مع ابني، اكتشفت كان عنده حالة التوحد وكان عمره سنتين ما كان بيها شيء. ورا سنتين أكيد الطفل بالسنة المرحلة الأولى بالسنة قبل السنة بيقول ماما بابا فتشي، بعد سنة وثمان شهور يلا يبدي يقول ماما أشرب ماما أكل أو فتشي. أنا لاحظت بأنه ابني لا يحكي لا ينتبه. هو مواليد 2005، للأسف يعني الأطباء أيضا ما كانوا يقدرون يشخصون حالة ابني، يعني هو كان حالة التوحد وهذا الشيء. لجأت أنه أروح على دورات خارج العراق تا أشوف شنو يعني مثلا حالة التوحد أو شلون أتصرف مع ابني، والحمد لله يوم بيوم شفت تحسن. يعني ابني كان حالته صعب جدا. بعد ما صار عمره 10 سنوات لاحظت بأنه هو الطفل صار طبيعي جدا، من أصيحة يجاوبني. هذا السلوكيات اللي كان دي يسويها ما بقى عنده هذا السلوكيات، فأخذته على المدرسة. أول يوم المدرسة طبعا كان يوم يعني علي ما تنوصف، يعني كان يوم جميل جدا. دائما كان أكو إحساس بقلبي بداخلي دي يقول لي ابنك يصير زين، ابنك يوم من أيام يقول لك ماما. يعني ما تنازلت، ما الأقارب اللي حواليا كانوا دي يقولون ليش التعبين نفسك، يعني ابنك خلص يعني بيها توحد وعوفي. أنا ما كنت أتقبل هذا الشيء، من سواء كان جدا كان قريب علي ما أتقبل، لأنه هذا ابني ورب العالمين منطيني، أكيد الشفاء يم رب العالمين. فديوم أني أرجع من لبنان كنت بالطيارة أقول إمتى أوصل على البيت وأطبق البرنامج على ابني. إجا ببالي الأطفال البقية والأهالي اللي كانوا يبكون، أني شفتهم بنفس المكان. الطبيب اللي أني عرضت ابني هم همنا كانوا يعرضون أطفالهم. أنا قررت بيومها قلت بس ابني يتعافى ويتشافي على هذه البرنامج اللي أني أطبقها ودي أشتغل معاها، راح أفتح معهد على هذني الأطفال اللي ما كانوا مثل أطفالي محرومين وما كان عندهم مكان. كان يعني معهد صغير، بس هسه كبرت المعهد صار أكبر الحمد لله، وياي كادر تدريبي يعني كلهم متدربين. أكو هواية حالات الشفاء ما شاء الله رايحين على المدارس الطبيعية أو رايحين على الروضات الاعتيادية. كان عندهم مثلا تشتت انتباه بسيط، او كان عندهم اضطراب بالسلوك، او كان عندهم اضطراب بالنطق. بدنا نشتغل وياهم على برنامج، صايرين زين الحمد لله. رسالتي الى كل ام وكل اب، لا تيأسون ابدا، يعني هذني الحالات لا تقولون بيها توحد وخلص نخليها بالغرفه وخلص ما يتشافون، لا بالعكس، انتوا اخذوهم مراكز، اخذوهم على الاخصائيين، ماكو شيء اسمه مستحيل. ما طول رب العالمين انطاني هذا الشيء أكيد يعني ينطيها الشفاء. ولا تستسلمون، دائما ادعوا لهم بالخير ورب العالمين يكون وياكم، وإن شاء الله يتشافون ويعيشون حياتهم الطبيعية.